قمنا بهذه المنشأة في الرقة السمراء بدعم من برنامج الخدمات السياسية، وهي للجنة المرأة. المستفيد هو المرأة الطبقة الفقيرة والأرملة وزوجات الشهداء. بدأنا من قرابة شهرين أو أكثر في إنشاء هذه المنشأة، واليوم 29/5/2019 اختتمنا وانتهينا من إنشائها. تم تسليمها للمرأة للمستفيدات. المنشأة عبارة عن 6 بيوت بلاستيكية لإنتاج الخضار، مع إضافة لذلك المواد والشتول. والبيت الأول نصف مشتل ونصف مزروع، والبيوت الأخرى مزروعة في خضار بندورة، خيار، كوسة، باذنجان. طبعا هذا المشروع دعم من برنامج خدمات الأساسية ومنظمة اي بي بي. سوف تقوم لجنة المرأة والعاملات اللي متابعات لهون وإداريات التي تخرجوا من هذا المنطقة راح يكون متابعين لهذا المشروع. هذا المشروع طبعا ينضم فيه 52 امرأة على هذا العمل، من بينهم 5 إداريات، وما تبقى من النساء هن يكونون عاملات بهذا المشروع. الإنتاج سوف يكون الدخل للنساء لزوجات الشهداء والأرامل والمطلقات من أجل اعتمادهن على نفسهن على ذاتهن. هاي هي تجربة للمرأة الرقوية، كونها تحررت من رجس الإرهاب بهذه السنتين. أنا واحدة من المستفيدات، أنا رئيسة المشروع زهرة عمر الشيخ حمد. عندنا 6 بيوت بلاستيكية، واحدة من المشتل، والخمسة زراعة خضراء، باذنجان وكوسة وبندورة وخيار، الباقيات الخمسة